بمناسبة يوم 8 مارس عيد المرأة، كنقول كل مرأة مغربية حرة. كنتمنى لها إن شاء الله دائما تكون متألقة. تبارك الله، عندنا نساء رائدات في المغرب في كل المجالات وكنفتخروا بهم. كنتمنى ويا ربي دائما المرأة المغربية تبقى في القمة، وعيد سعيد لكل نساء المغرب وكل نساء العالم. المرأة أصلا ما خصهاش غير عيد، خصها أعياد وخصنا نحتفيوا بها كل نهار، وأي حاجة فرمزيتها كتكون جميلة بحال الورد بحال أي حاجة كتفرح الإنسان فغتفرح أي مرأة. وبصح كيف قلت، المرأة كنحتفيوا بها ماشي بالورد، بحوايج أخرى خصهم يتغيروا في المجتمع المغربي. كنظن هذه أحسن هدية تقدر تحصل على المرأة المغربية. وشكرا. 8 مارس وهو ماشي 8 مارس، خصو يكون 8 مارس على طول السنة، ماشي غير في يوم واحد. وماذا نريد بها 8 مارس للمرأة؟ هل نريد بها 8 مارس تحسين وضعية المرأة في المجتمع؟ هل نريد أن نعطيها الحقوق ديالها اللي تسلبت منها؟ هل نريد أن نقدرها أكثر؟ هل نريد أن نحترمها أكثر؟ هل نريد أن نعدل بعض القوانين لصالحها؟ وهادشي تنقولوا ماشي حيف على الرجل، الرجل كذلك خصو مكانته، ولكن بحكم أن بشكل عام أن غنقدروا نقولوا واحد التاثير ولا سلطه ذكوريه منذ الازل، ماشي غير عندنا هنا في الدول العربيه كافه وفي العالم باسره، ان الرجل يعني عنده مكانه اكثر في بعض المجالات ولا في بعض المهن ولا في بعض المسؤوليات. هذا لا يعني ان خصنا نفوا المراه راه بلا بها راه يمكن يكون حتى شي حاجه. الدليل على ذلك هو ان مثلا غنمشيو ندقوا في اي دار في اي مكان في اي مدينه، في الدار البيضاء او فيلاج او قريه او اي بقعه، غادي تلقى ملي غتدق هذيك الباب غتلقى المراه هي اللي كتنظف البيت، هي اللي كتربي الدراري، هي اللي كتوجد لراجلها، هي اللي كتكافي راجلها، هي اللي كتوقف معاه في الازمات، هي المدبره الماليه الاولى في المنزل، هي اللي كتكلف باي مشكل كان في الدار هي اللي كتحلو. دونك هاد السيده هذه راه خصنا نحطوها فوق راسنا زعما باغ ديفينيسيون، بلا ما نبقاو عاد نقولوا كيفاش وعلاش وهذا. وكل ما عطينا المراه حقوقها كل ما ازدهر المجتمع ووصل الى اعلى المراتب. وخير دليل عاوتاني غنشوفوا لي بيي سكانديناف مثلا، الدول الاسكندنافيه كنشوفوا المراه فين وصلت والمرتبه ديالها وفين هي وصلت البلاد بسياستها وبالحنكه ديالها وبالحدس ديالها وبتفكيرها. اللي حتى بعض المرات يقدروا يقول لك حق المراه عاطفيه، هذيك العاطفه ديالها هي اللي كتخرجنا من المحاين. هو هادشي اللي كاين. والمرأة المغربية لولا المرأة لما كنا نحن طبيعة حال الرجال. المرأة هي مرأة صبورة، المرأة كتخدم أكثر من الرجل، والمرأة اللي عندها بزاف تقدر تفكر بزاف الحوايج في نفس الوقت أن الرجل ما يقدرش يفكر فيها. أنا كنقول بأن المرأة والرجل هما كما كان ديزيت متكامل كيكملوا بعضياتهم، فلهذا يجب احترام المرأة. أقولها أيضا يجب احترام المرأة لأن المرأة هي أختنا، هي أمنا، هي عشيقتنا، هي الأب ديالنا، هي السر الحنين اللي نقدروا نحكيوا ليه الهموم ديالنا ويسمعنا ويتصنت لنا وكذلك يواسينا. تحية للمرأة بهذه المناسبة، المرأة اللي هي الأم واللي هي الأخت واللي هي الزوجة واللي هي ربت لبغينا نقولوا في المجتمع، يعني ما يمكنش يكون عندنا مجتمع صالح لما كانتش عندنا واحد امرأة صالحة. وأنا بالنسبة لي هذا العيد غير كيبقى رمز كتاريخ 8 مارس، ولكن كل يوم راه هو عيد للمرأة، لأنه كيف كنعرفوا كنقولها هو متى احنا مقبل إن شاء الله على شهر رمضان. كنعرفوا باللي أشنو هما الأعباء اللي غادي تتحملهم المرأة في هذا الشهر هذا، واللي الله غادي يجازيها على الأعمال ديال اللي كدير في أي دومين كانت فيه.